ملاك كساسير وصيفة ميس انترناشونال بيوتي 2022 وأيضا نانسي شاهين وصيفة ميس انترناشونال بيوتي 2022 ملاك ونانسي الفائزتان باللقب بورتري ملاك ونانسي. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي ميرسي. أهلا وسهلا وألف مبروك. شرفتونا. الألقاب. ميرسي. ثانك يو. البداية نتعرف عليكم أكثر، دراستكم الجامعية وقديه كان عندكم حب للجمال من أنتم وصغار لنرجع نوصل للإيفنت. نانسي بنبدأ معك. أوكي. أنا هلأ متسجلة بجامعة، بعمل فاشن ديزاين، بحب أنا كل شيء فاشن، كل شيء خاصه بالتياب الزينة هالقصص، بحس إنه بحسها شيء إنه هوايتي وهيك. فبس فتت على الكومبيتيشن لقيت إنه تعرفت على عالم من برا، تعرفت على عالم مثلا روسيين، كل إنه كل جمال شكل. بحب انا هالقصص، حتى انه انا بعمل موديلينج، يعني بعمل فيس موديل، بعمل فاشن موديل، بعمل دعايات وهيك. من انت وصغيره بتحبي كل شيء خاصه بالجمال والموديلينج، يعني مثلك مثل كتار من الصبايا. يس مزبوط. ملاك. هاي ملاك كساسير. انا درست فتنس اي اف بي اي، بشتغل فتنس، بشتغل اونلاين كوتشينج، هوم بي تي بروجرامز وفريلانسر موديلينج، وكنت قبل امثل مسرح، هلا لا بس موديلينج وفتنس. يعني باجواء الفن والرشاقه ملاك 100%. يعني عم نحاول نكملهم مع بعض. ناقصنا نبرشن. قصه المسابقه كيف صارت؟ المسابقه حلوه كثير. انا كل شيء خاصه بالموديلينج بحبه. قبل قدمت مس لبنان 2019 بس كنسلوها، سو بس عملوا هيدي الكومبيتيشن حبيت اقدم عليها. كانت اكسبيرينس حلوه، تعرفت على كثير صبايا من بلاد مختلفه، وهيك كانت حلوه. كانت اكسبيرينس حلوه. كانت اكسبيرينس حلوه. ايه. وقد ايه بتتخيلوا صبايا انه هيدي الكومبيتيشن فتحت لكم المجال لحتى تنطلقوا بعالم الموضه والازياء والجمال؟ اكيد هيك كثير من الحلم. اكيد هيك كومبيتيشنز بس نزلي انت بالسوشيال ميديا وهيك ويعرفوا العالم، بصيروا بدهم يطلبوا منك ويعرفوك انه انت فتي مثلا مس انترناشونال، بتأدي لكثير مجال. يعني قد ايه ملاك اللقب بيساعد؟ بيساعد اللقب اكيد، خاصة أنه أنا كتير بحب الموديلينج، ففتحت لي مجال كمان كشغل وهيك. نانسي بالعادة بس نشوف في مسابقات ملكات الجمال بنشوف دايما الوصيفة بصيبها شوية أحباط، أنه كان عبالها تطلع هي الملكة وما طلعت. تحكينا عن شعورك بس طلعوكي وصيفة مش ملك. هلأ الوصيفة وملك لا أكيد في فرق، بس إنه مش لا يعني إذا مش أول مرة تاني مرة، عرفتي؟ بس إنه حبيت حتى لو ما طلعت ملك، حبيت شعور إنه طلعت وصيفة تانية، وحبيت إنه قدمت بهالكومبيتيشن وهيك. هي الإكسبيرينس كلها بعدها حلوة، وتعلمت إنه كيف مثلا علمونا كيف بيمشوا وهيك. ملك. هي ربحاني وما بتأثر لا إذا كانت توب وان ولا إذا كانت وصيفة، هي بس إنك تعرفتي على عالم كتير وقضيتي وقت حلو معهم أكيد وهيك. وكتير من الأوقات أساساً حبيبة عن جد، يعني من إكسبيرينس أنا عم أقولها، الوصيفة بتبين أكثر من الملكة، الوصيفة بتنجز بتعمل أشياء أكثر من الملكة بكتير. فبدي أعرف شو اللي بيخلي صبية حلوة تشق طريقة وتنجح بهالمجالات اللي ذكرناها، شو أهم شيء؟ تكون واثقة من حالة، تكون قد حالة، تهتم بحالة، تتابع الموضة، ويكون هي كمان إنه عندها يعني خاصة بهالقصص، ما تكون إنه ما بتعرف شيء، ما تكون دخيلة يعني. صح. تكون أوريدي عندها شوي موفز وعندها شوي أشياء بتعرفهم من هيدا الاختصاص. ملاك السوشيال ميديا هلا عم تعمل نجوم، يمكن هن منهم نجوم بس عم بيصيروا نجوم على السوشيال ميديا. هلا انتم اخذتوا ألقاب مهمه اكيد واوريدي عندكم السوشيال ميديا شغال من قبل. علاقتكم بالسوشيال ميديا بالتيك توك بالانستغرام والفيسبوك وتويتر؟ هلا انت بتعرفي انه هو السوشيال ميديا المفروض يكون
انه دائما متابعتيه. انا قبل ما كنت نزل هلا بلشت نزل، وبساعدك اكيد. انا كثير بيجيني شغل من السوشيال ميديا. نانسي قد ايه اتكالك على السوشيال ميديا؟ انا السوشيال ميديا كثير مهم لإلي. انا على فكره السوشيال ميديا اللي ودتني للموديلينج ولهول القصص. كل مره بس نزل اشياء خاصه. كيف بلشت انا مع الموديلينج؟ رحت عملت تصوير، نزلت بالانستا انه انا عم بعمل تصوير. هون فتحت لي مجال من ورا الانستغرام وهود الابس، فتحت لي مجال لحدا تاني ياخذني تصوير. تيك توك ولا انستغرام نانسي؟ انستغرام اكثر شيء، بس تيك توك كمان فيها استفاده، فيها استفاده كثير كبيره، بس بدها شغل يمكن اكثر، بدها وقت اكثر. تيك توك طموحاتك لقدام نانسي شو عندك هيك مشاريع مستقبليه؟ أنا بعدها صغيره نانسي. قد عمرك؟ 18. انا كثير بفكر لقدام، كثير بحب حتى انه احلم، بس انه مثلا بحب هلا انا عم فكر مثلا فوت على ملكه الجمال، اقدم على مس لبنان، بس مش هلا يعني، بس انطر شي سنه سنتين. بحب انشهر، بحب ساعد لبنان، بحب انه تحبي الشهره. ايه بحب الشهره. ليه بدك تنطري سنتين بعد لمس لبنان؟ تكوني اخذتي اكسبيرينس اكثر. اخذت اكسبيرينس اكثر وعريحت، يعني بعد في كثير لقدام. عرفتي؟ ف انا هلا مثلا مبسوطه على الموديل هيك وهيك، بعد بعمل دعايات وهول. يس ملك. وي كون ناجحه بكل شيء يعني، والموديلينج اكثر يعني، اشتغل موديلينج اكثر. قبل كنت فتنس، هلا عم ركز موديلينج اكثر لانه الكومبيتيشن فتحت لي مجال وفتحت لي شغل اكثر. سو هلا شوي مركزين موديلينج. وهيك يعني. بتحسوا الموديلينج ممكن يوصلكم لطموحاتكم، للاشياء اللي انتم بتحلموا فيها، ولا تغيرت الايام؟ يعني قبل الموديلينج بلبنان خاصه البنات كانت تنعرف اكثر بكثير، كان عندها اوبورتونيتيز اكثر بكثير. هلا عم نلاقي كثير اجانب حتى بلبنان عم بيصوروا. بشو بتتميز الصبيه اللبنانيه؟ هلا انت بدك تعرفي كيف تلعبيها. انت كيف تلعبي انا؟ هلا انا بنطر، يعني انا كثير بيشنت بنطر. بس شو اللي بيلعب دور؟ الشخصيه، التعامل، البروفيشناليزم، الخبره يمكن. الشخصيه والاكسبيرينس هن. الشخصيه والجمال مثلا الطول، وكيف بتتعاون مع العالم، كيف بتحكي مع الثانيين. والجمال الداخلي شو دوره؟ هو لو الجمال الداخلي منه حلو، الجمال الخارجي حيكون منه حلو. سو لازم يكون حلو تيعطي شيء حلو تتحبب العالم فيك، لانه انت عم تشتغلي مع كثير عالم، بدها تكون نفسيتك حلوه تتكفي شغل وتتفتح لك مجالات شغل اكثر. بس بتعرفي تمار الموديلينج بحس له عمر وخلص بيروح. عنا ايه مزبوط خلص. يمكن برا بيطولوا بتقدر شوي يرينا شيء. لا ما خلص، طالما الواحدة بتهتم بحالها بتعمل سبور. السبور له دور كتير اساسي كمان. بس في شيء ما بقى فينا نخبيه. ميك اب بوتوكس فيلر. في ميك اب بوتوكس فيلر، بس انه ما بعرف قد ايه فينا نزيدها كمان. حلو شوي نعيش عمرنا ولا لا؟ بهلا هي بتوصل بمحل كمان يمكن بتمل، فبتتجهي لأشياء تانية. صحيح. هلأ بدنا نروح نشوف فيديو. جاهز الفيديو؟
مبروك كمان مرة صبايا. مثل ما ذكرنا هيك مسابقات بتفتح بواب كتيرة، وبنعرف انه الجمال باسبور لحتى نعود عدة تجارب بهيدا الجمال. شو اللي بيستهويك أكتر نانسي بين التقديم، التمثيل، المغنى، يعني غير الجمال بشو ممكن تفوتي؟ أنا شاطرة بالتمثيل، بحب مثل كتير. كنت فوت، كنت أعمل دعايات، هول كمان كانوا يساعدوني أعمل دعايات، مثلا دعايات لميك أب، دعايات لتياب. ملك ذكرتي لنا ببداية الحديث أنه كنت بالمسرح أصلا، يعني فينا نشوف ملاك ممثلة مستقبلية؟ ممكن يوما ما. ممكن. صحيح. بدي أحكي عن تشجيع الأهل، قدي مهم تشجيع الأهل والأصدقاء، قدي بيعطي ثقة وبيعطي حافز وبوش لألكون. تشجيع الأهل أكيد له أهمية، لأنه بيعطوك بوش لقدام وبزدولك ثقتك بحالك. يعني بدك رضاهم أساسا لتفوضي هي شيء بالحياة، يعني هيدا الشيء أساسا. أنا أول شيء قبل ما فوت بكل شيء مجال باخد رأي أهلي، هن بيشجعوني وبيقولوا لي يعني أحسن. نظرتهم بتكون بمحلها، يعني بنعرف قد ايه الأهل بخافوا على أولادهم وخاصة على البنات. ما زال عم نذكر العيلة، خلينا نعرف قد ايه بتحبوا العيلة والأولاد وقد ايه مأجل الموضوع. على نانسي كتير صغيرة، ملك ما رح أسألك عمرك، أنا ما بسأل هيك أسئلة. أنا سألت. هلأ ليك هيدا الموضوع بيجي فجأة، ما بتكوني لا مفكرة أنت ولا مخططي له ولا شيء، فنصيب. بس بتحب العيلة وبتحب الأولاد؟ أكيد. أنا حتى لو بعمر صغير بس دايما بحلم أتجوز، أعمل عيلة، ربي أولاد. بس أنتوا بتعرفوا أنه العيلة يمكن بتحد شوي من الأشياء اللي نحنا فينا نقوم فيها، صح؟ مزبوط. يعني في أحلام بتتأجل، يمكن بيقطع الوقت وما منعود نلحق، فقدي حاطين ببالكم أنه رح تنجزوا، رح تحققوا جزء من أحلامكم قبل ما توصلوا للقفص الذهبي؟ هو قفص لو ذهبي. ما تكتري أولاد. خليكي على الخفيف. بتكون تلاحقوا من هلا، بدك تلاحقي. الماما بتساعد، مرت العم بتساعد، في ايدك جارتك. صحيح. ملاك بعد ما سوية تاخد لقب، sometimes بيتغيروا الأصحاب، بيتغير الأجواء اللي حواليها، في منهم بيهربوا، يمكن في بعض الغيرة، في منهم بيغاروا، بيتغربلوا. بيتغربلوا. قدي لاحظتي هيدا الشيء بعد ما أخدت اللقب؟ في غيرة كتير. بتعرفي يعني أنت بنت وبتواجهي هيدا الشيء، في عندك عالم بترد لك الخير، في عندك عالم بتغار منك، ففي بارت. وكيف واجهتي هيدا الأمر؟ أنا بتجاهل، بس بتجاهل، ما برد. بتتجاهل؟ ايه بتتجاهل. نانسي كيف ممكن تتعاملي مع شائعات، يمكن حتى يعني بس نحكي فيم، أضواء، هلا أنا شهرة. في عالم شفت كل سايد شيء، إنه عالم ما تمنت لي الخير، وفي عالم بلا انبسطت لي. بالحالتين أنا بنت يعني طبيعي، كل يوم مثلا بمرق مثلا فترة بنت ما بتحبني أو أنا، يعني هيدا شيء عادي. وكيف بتعامل؟ كمان تجاهل. هيدا أحسن شيء. صحيح، التجاهل أكيد. مش أنت هيك بتعملي؟ كلياتنا. إذا يعني إذا وأنا بهيدا المشكلة طبعا. نانسي ذكرتي إنه بتحبي الموضة وبتحبي الفاشن، ورح تدرسي فاشن ديزاين، صح؟ صح، عاملة فاشن ديزاين. أي نوع من الموضة يعني شو بيستهويكي؟ الفانكي، الرسمي، أشياء الكلاس، أشياء الدرس، دريسز، كعب، كل شيء هيك جلوي شايني أنا بحبه. مين بتحبي من إنستغرام؟ مين بيلبس هيك بتحسيه وبيلبسه أحلى شيء؟ في واحدة اسمها منال عجاج كانت معنا بالكومبيتيشن. ايه منال عندها كثير ستيلها حلو. بس قد ايه اليوم ملاك فيك كمان تشاركينا الحديث اكيد، قد ايه اليوم عم نروح صوب البساطة أكثر، لرياحة أكثر، بس بالنهاية يمكن كل مناسبة لها لبس خاص، كل كراود له لبس خاص، صح؟ صح. هلا أنا كثير بحب أعرض دريسز، وبالتصوير عرض الدريسز ما بكون سهل، بكون متعب أكتر ما أنك عم تعرضي أوتفت أو شيء. ليه؟
لأنه الدرس بكون كتير تقيل. صحيح. بتتعب كتير بالتصوير. في عندك كذا درس. أكيد ما في ديزاينر حيسلمك 5 درسز. حيكون عندك كتير درسز تعرضيها. فتقال عليك وكعب وهيك. فبتتعب. ونحن عرضنا لمنال عجاج. شغلة كان كتير حلو. هلا انا بضلني متابعة منال عجاج مع اني عارضه لكذا ديزاينر قبل، لكريستيان عبد الله، لكذا حدا. بس كثير حبيت ذوق منال عجاج بشغله، يعني حلو ذوق منال. هيك فساتين سهره. ايه فساتين كثير هيك فرحه. صحيح. نانسي، ذكرتي خلال حديثنا معك انه بتحبي تساعدي لبنان. اليوم بالازمه اللي نحن فيها وبالايام الصعبه اللي عم نعيشها، ان كان بلبنان او بالوطن العربي او بالعالم كله، شو ممكن تعملي لحتى تقدر تساعدي أولاد وطنك بأي طريقة؟ يمكن بكلمة، يمكن بأنك تسمعيهم، ما بعرف شو الطريقة. أنا بفكر كتير بالدراسة، أهم شيء الواحد يدرس. بفكر كتير بالدراسة، بساعدهم بالمدارس، أنه أول شيء بحط عيني بالتلاميذ الصغار اللي لأنه هلأ ما في كتير مستقبل بلبنان، أنه مش مثل قبل. فبركز اكثر شيء على مستقبلهم education لا يرجعوا ينطلقوا بالشيء اللي بدهم اياه. بس يخلصوا هيدي المرحله هن بيختاروا شو بدهم يقرروا كشغلهم او شيء. انت ملاك اكيد كمان بتحبي تساعدي لبنان. اصلا كل ملكيات الجمال دائما بيكون عنده رساله انسانيه وقضيه، يعني وقضيه. ايه. شو قضيتك؟ هي مثل ما قالت نانسي، قصه موضوع العلم ومدارس، لانه هيدا اساسي للولد انك تقدمي له اياه. تحكونا شوي عن السفر، قديه سافرتوا بمجالكم، حتسافروا كثير و يعني يمكن يجيكم شغل برا. جينا كثير شغل من بعد الكومبيتيشن، كمان موديلينج، بشغل الموديلينج وهيك. بس انا حاليا هلا ما عم فكر بالسفر بلبنان لانه بحب بلدي كثير وباقيه هون، مع انه كثير بيجينا شغل برا. أنا كمان اجوني شغل برا، بس تقدمت على الكومبيتيشن. هن بيعمل مثلا كومبيتيشنز كمان برا. بس حتى أنا كمان بختار ضل بلبنان، متعودة يعني، بحبه من أنا وصغيرة، بعرف كتير عالم هون وبحب، يعني نفسيتي بترتاح بس كون ببلدي. حلو. بس مش غلط إنه سافر من فترة لفترة، بس بضل ببلدي. أكيد ما قلنا غنى عن بلدنا. حلو نسافر أكيد، نتعرف على ثقافات جديدة، حضارات جديدة، ونرجع ببجاج كتير كبير لحتى نكون عم نغني حالنا، ومن خلال معلوماتنا أكيد نغني اللي حوالينا والآخرين. ملاك ونانسي، بدنا نقول لكم ألف مبروك كمان مرة. ميرسي. انبسطنا تعرفنا عليكم. وجود لك. ميرسي. جود لك. ثانك يو.